السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عملنا النهاردة درس رقم 18 من كورس براكتيكال أودت. هنتكلم النهاردة، اتكلمنا قبل كده عن الأصول الثابتة وعرفنا بتتفحص إزاي وعرفنا القصة بتاعتها كلها. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، اللي هي بنسأل بعض الأسئلة وإحنا لما نيجي نفحص الأصول الثابتة لازم نسأل بعض نفسنا بعض الأسئلة ونسأل حتى المحاسب بعض الأسئلة ديت. أول حاجة نسألها، هل تم جرد الأصول الثابتة أو الأصول بوجه عام، هل الأصول الثابتة في 31/12/2014 مثلا أو 15 whatever، هل تم الأصول لو احنا بنجرد يعني عن 2015، هل تم جردها وهل احنا كنا موجودين؟ طبعا مكتب المراجعة لازم يكون موجود، واحد منه مندوب موجود في ساعة ما يكونوا عشان يسجل محضر الجرد ويمضي عليه. فهل كان هل تم جرد فعلا الأصول الثابتة ولا ما تمش؟ طيب التأمين على الأصول الثابتة، ما لازم الأصول الثابتة دي يكون متأمن عليها، هل متأمن عليها تأمين الأصول الثابتة؟ لو الكلام ده مش متأمن عليه يبقى لازم تذكر ملحوظة على طول الأصول الثابتة. لو مكنة مثلا بمليون جنيه مش متأمن عليها، طب ما دي مشكلة، افرض المكنة باظت أو اتحرقت أو حصل لها أي مشاكل، يبقى أنت كده ضيعت الدنيا، ممكن توقف الشغل كله بسبب إنك مش متأمن عليها. الإضافات خلال العام، إيه اللي تم، إيه اللي ضفته خلال العام، هل أنت ضفت بقد إيه ولا إيه اللي بيحصل؟ ولو الاضافات دي لازم متهيئ لها تحليل عشان نعرف ايه اللي اتضاف، وزي ما احنا شفناها قبل كده، زي ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده الاضافات والاستبعادات. احنا بعنا اصل استبعاد ديت، بعنا اصل او رميناه او وات ايفر، حصل له باص خلاص اترمى تركن، حصل له اي حاجه يبقى اي استبعادات. الاصول اللي اهلكت بالكامل لازم نخلي بالنا، الاصول اللي اهلكت المهلكه بالكامل حصل فيها حاجة، حصل فيها تغيير ولا ما حصلش فيها تغيير، بعتها وحطيت الفلوس في جيبك ولا عملت ايه بالظبط؟ يعني ما انت لازم تخلي بالك، يقول لك رميناها وهو باعها مثلا وخد فلوس منها، لازم تخلي بالك من حتة زي كده. مطالبة تأمين المقاولات، يعني المقاولات هل مثلا مطالبة التأمين في تأمين ولا مفيش تأمين، زي ما اتكلمنا قبل كده على تأمين المقاولة نفسها. حتى كمان لو انت مثلا مقاول وشغال، التأمينات بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ الضرايب، مطالبات الضرايب، يبقى كل الحاجات ديت لازم نخلي بالنا من مطالبات التأمين ومطالبات الضرايب وأصول المملكة والاستبعادات والإضافات والكلام ده. لازم نسأل نفسنا الأسئلة ديت لما نيجي نفحص أصول ثابتة. طيب من ضمن الأصول عندنا، سيبك بقى من الأصول الثابتة دلوقتي، احنا بس قلت أما نراجع مع بعض الأصول الثابتة في الجلد لما نيجي نجرد بنفكر في إيه. خلي بالك حتة التأمين هي الجديدة، حتة التأمين ديت والجد برضو، يعني احنا عرفنا برضو سجل الأصول والكلام ده كله وبتعمل إزاي. المهم عندي دلوقتي حته الانفنتوري، لما نيجي نفحص انفنتوري او لما نيجي نتكلم عن الانفنتوري، حصل مثلا عندنا في الاسيتس في الاصول اهيت، عندنا في الاصول لقينا الانفنتوري مثلا ب 100 جنيه او ب 100000، بلاش 100 جنيه عشان يبقى الرقم كبير شويه، 100000 جنيه. وعندنا امبيرمنت للمخزون دوت، لقينا المخزون معمول له امبيرمنت قبل كده ب 70000 جنيه، فهنا الامبيرمنت. يبقى النت انفنتوري كام؟ ادي النت انفنتوري بكام؟ هيبقى عندنا النت انفنتوري ب 30000. والله جيت، يبقى انا عندي الانفنتوري بالرقم بالارقام اللي احنا شفناها ديت، النت انفنتوري دلوقتي ب 30000. جيت قمت انا جاي بايع الانفنتوري دوت، عملت بعته لواحد بعد ما عملت امبيرمنت والكلام ده كله ابن حلال في الاصل وباظ ومش عارف ايه، باظ منه ب 70000، ففضل عندنا ب 30000. فاحنا بعنا المخزون دوت بكام؟ اللي هو معمول له امبيرمنت بعناه ب 40000. يبقى بعنا المخزون ده بكام؟ ب 40000. هنكتب القيد ازاي وهنعمله ازاي؟ اول حاجه طالما انا بعته ب 40000 يبقى جالي كاش 40000. طيب بعد ما جالي الكاش، المفروض الانفنتوري عندي بيقل لان خلاص ما الانفنتوري باظ. طب الانفنتوري هيقل عندي بكام؟ ب 100000، ما هو اصلا قيمته 100000. طب وعندي امبيرمنت طبيعته كريدت كونترا اسيتس يعني، فبالتالي لازم يجي ديبت علشان نقفله، فبالتالي هنعمل امبيرمنت بكام؟ ب 70000 بتوعه. طب كده في فرق 100، في فرق 10000، ال 10000 دولت هيجوا فين؟ هيجوا في الكريدت، ممكن تبقى جين فروم ري ايفالويشن او في اعاده، يعني خطأ في تقييم الامبيرمنت يعني، يبقى ممكن هيبقى جين طبعا لانه اذر ريفينيو، هيبقى جاي بالجين ب 10000. ولو خساره هيبقى ايه؟ هيبقى جاي في الديبت لكن ايه؟ لوسز اون ري ايفالويشن اوف ذا امبيرمنت.
فبالتالي هو ده القيد اللي بيبقى بيتعمل علشان خاطر لما نيجي نعمل اي امبيرمنت عندنا في الشركة. بكده نكون خلصنا الجزئية دي، اشوفكم ان شاء الله في الجزئية اللي بعد كده.